ودي تعتبر طريقة تانية مختلفة عن ان انت تظهر بشخصيتين في الفيديو، لكن الاتنين بعاد عن بعض. انا هنا بظهر بشخصيتين والاتنين ورا بعض من غير ما استخدم كروما، وكمان اقدر اعملها من موبايلي وبخطوات بسيطة. كل اللي انت هتحتاجه ان انت تستخدم تطبيق كاب كات الموجود في الموبايل، وهتبدأ ان انت تضيف بروجكت جديد وتضيف فيه الفيديو اللي انت عايزه تبقى وراه. يعني انا دلوقتي الشخصية اللي ورا، وبعدها هنختار overlay وهنضيف الفيديو التاني اللي انت متصور فيه في الفيديو، وبعدها بضغط عليه ضغطة واحدة بس وبختار من هنا remove background، واللي بيفتح لي الاختيارين دول وبختار منها برضو remove background لان انا هنا مش بستخدم كروما. هيبدأ يعمل معالجة للفيديو بتاعي وهياخد شوية وقت في المعالجة، وبس كده التركية خلصت وتقدر تعمل بعدها export الفيديو وتطلعه. ولو عندك مشكلة انك تكتب العربي في التطبيق، شوف الحلقة اللي موجودة هنا هتحل اي مشكلة تطبيقات ما بتكتبش فيها بالعربي او بيبقى فيها مشكلة الكتابة بالعربي.